أطلقت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط اليوم تقرير استشعار المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيرات الديموغرافية لسكان الوطن العربي، والذي أعده فريق عمل كويتي من المجلس بالتعاون مع فريق آخر من الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية. يهدف التقرير لتحديد وتصنيف المخاطر الاجتماعية التي يعانيها سكان المنطقة العربية، وتشجيع الجهات المعنية على التفكير مسبقا حيال التحديات الاجتماعية المحتملة والتأثيرات المتوقعة. تقرير عربي مقترح بأيادي كويتية وطنية قدم إلى مجلس الجامعة العربية للسكان، يجسد التحديات التي تعاني منها المجتمعات العربية كالفقر والبطالة وغيرها. هذا ما أكد عليه الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خلال حفل إطلاق تقرير استشعار المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغير الديموغرافي في الوطن العربي. التقرير عالج عدة أمور وعدة أبعاد على مستوى العالم العربي، أهمها الفقر المتعدد الأبعاد، الرعاية الصحية، تأثير الجائحة الصحية السابقة، تكلم على العشوائيات، تكلم على التكنولوجيا والتحولات الرقمية، وأيضا عالج موضوع التغير المناخي. التغير المناخي أيضا من الموضوعات المهمة جدا اللي لها تأثير على الديموغرافيا وعلى السكان وعلى ديناميكيات سوق العمل. كما طرح أيضا التقرير موضوع البطالة ووضع السياسات الاجتماعية بصورة معتمدة على الأدلة والبراهين، لأن السياسات الاجتماعية مهمة في الخطط الإنمائية التي تدفع بالنمو الاقتصادي للتخلص من الكثير من الظواهر الاجتماعية السلبية في الوطن العربي. تقريبا عندنا 11 خطر كلي يعني تكلمنا عنهم أو تناولناهم في التقرير هذا. رقم واحد تكلمنا عن الصحة والتعليم وانتشار العشوائيات ومدى استجابة الدول العربية لمختلف المخاطر الاجتماعية. تكلمنا أيضا عن التداعيات الاقتصادية التي أدت إلى هذه المخاطر، البطالة، الفقر، خصوصا ناقشنا قضية الفقر متعدد الأبعاد، وجدنا أن أكبر وجه للحرمان كان في قضية التعليم. هذا التقرير تم توزيعه على جميع الدول العربية أعضاء مجلس السكان، وسيتم مراجعته واستخدامه من قبل أجهزة التخطيط على مستوى العالم العربي. تقرير استشعار المخاطر الاجتماعية في الوطن العربي ما هو إلا تشجيع الجهات المعنية على التفكير بشكل استباقي ومستقبلي نحو التحديات المحتملة. من الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.